وتسن القوانين العنصرية التي تكرس نظام تدمير عنصري أبارتايد. نعم أبارتايد، وإذا لم يعجبهم فهم نظام أبارتايد، فهم نظام تمييز عنصري. ولا أقول بين الفلسطينيين واليهود فحسب، ولا أريد أن أكمل، ضد أبناء شعبنا على مرأى من المجتمع الدولي، وتفلت مع ذلك من المساءلة والعقاب. فلماذا لا تعاقب إسرائيل على خرقها القانون الدولي؟ ومن الذي يحميها من هذا العقاب؟ أنا لا أعرف، أنا لا أعرف. هل تعرفون من الذي يحمي إسرائيل من العقاب؟ الأمم المتحدة، وعلى رأس الأمم المتحدة المتنفذون في الأمم المتحدة.